التواصل يستمر والتحية مستمرة على أرضية هذا الميدان. انطلق شوط الختام في هذا الصباح، ختام شوط الفترة الصباحية، شوطنا العاشر خصص للإبكار لذاع المهجنات آل صايل. مقدمة الشوط والمركز الأول من تتقدم نجود سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يقدم لنا نجود على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني وصول في هذه اللحظات وتقدم وانطلاق من خلال تواجد ووصول في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير، وصلت الهدى سهيل بن عبد الله بن سهيل بن حارب العميمية على مستوى المركز الثاني. أما المركز الثالث القادمة والمنطلقة في هذا الإبداع أمجاد سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يقدم لنا أمجاد في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير الذي يحمل هذه الإثارة. المركز الرابع وصلت دمعة خليفة بن علي بن سالم بالأحبالها الكتبية، يقدم لنا دمعة على مستوى المركز الرابع. أما المركز الخامس كسورة خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي، وصل في هذا الانطلاق وتقدم في هذا الإبداع المثير والكبير مع المركز. هنا أيضا الخامس المركز السادس وصول في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير من خلال تواجد هنا أيضا قارة أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي على مستوى المركز السادس. وسابعا تعزيز راشد بن هلال بن محمد بن سالمين على خيلي على مستوى المركز. هنا أيضا السابع المركز الثامن وصلت عروبة محمد بن عبد الله بن يعد الحميري على مستوى المركز. هنا أيضا الثامن أو التاسع في هذه اللحظات المركز العاشر، المركز العاشر وصول من خلال الشاهينية سلطان بن خليفة بن زهرة على خيلي والقادمة في هذا المسار والمنطلق اللي يملوله حمد بن هدي وهدي بن بطي بن مثان الشامسي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة العشر الأولى المسموح لها بالنداء المنطلقة في هذا المسار. تابع الأسماء الأخرى الشعارات المنطلقة في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير الذي يحمل الإثارة والتحديات الأولى في هذا المسار المستمر. خاتم الأشواط في هذا الصباح، خاتم الأشواط في هذا الصباح لمن يسجل من بين هذه الأسماء الحاضرة هذه الشعارات المنطلقة. يا سلام، البداية وين؟ المقدمة وين؟ المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذه الإبداعات المستمرة على البداية الأولى. نجود تتقدم سعادة أحمد بن سلطان الحلامية مع نجود مع أمجاد على المركزين الأول والثاني.
الثانية في هذا الانطلاق الكبير والابداع المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن ينطلق السعادة في هذا الانطلاق الكبير. سعادة احمد بن سلطان الحلامي يؤكد لنا هذا الانطلاق والابداع المثير على البداية الاولى على المركز الاول والمركز الثاني المركز الثالث. وصول دمعة خليفة بن علي بن سالم بالاحبال الاكتبية وصل بالاحباله وصل بالاحباله في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع المثير. يوسلوم يا سلام المركز الرابع المركز الرابع وصلت في هذا الانطلاق غارة احمد بن سعيد بن احمد الرميثي الواصلة والمنطلقة تعزيز راشد بن هلال بن محمد بن سالمين لخيلي يحتل المركز الخامس. غير الى الرابع المركز السادس اكسورة اكسورة خلب بن سعيد بن بخيت الشامسي على مستوى المركز. هنا ايضا على مستوى المركز السادس في هذا الانطلاق الكبير والابداع المثير. يا سلام يا سلام المركز السابع المركز السابع القادمة والمنطلقة بالابداع والتحديات مع المركز السابع. هنا ايضا من تتقدم وتنطلق يا سلام هملولة اهدي بن بطي من ميثان الشامسي يحتل المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية سلطان بن خليفة بن زار الخيلية. المركز التاسع عروبة محمد العبدالله بن يعد الحميرية. المركز العاشر الواصلة والمنطلقة الحذرة خليفة بن علي بن ناصر السنانية يحتل المركز العاشر تابع الأسماء الأخرى والشعارات المنطلقة بالإبداع الأخير في هذا الصباح. شعارات قادمة لم يحين موعد دخوله حتى هذه اللحظات ولكن نعود إلى البداية إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول من تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول بالإحبال يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. دمعة 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 خليفة بن علي بن سالم بالإحبال الاكتبية على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذا الانطلاق الكبير في هذا الإبداع المثير على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. كيلو ونص الكيلو ما يفصلنا عن الوصول ما يفصلنا عن العبور. المركز الثاني تعزيز راشد بن هلال بن محمد بن سالمين الخيلي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من خلال أمجاد سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا أمجاد على مستوى المركز الثالث. يا سلام نجود نجود سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا اسمين في هذه المعركة. المركز الخامس وصل دكسورة وصل الشامسية وصل راح هدو في هذا الانطلاق مع كسورة خليفة بن سعيد بن بخيت الشامسي وصل بن ميثان وصل بن ميثان. يا سلام يا سلام القادمة في هذا المسار الشاهينية سلطان بن خليفة بن زهر الخيلية ولكن البداية البداية والمقدمة دمعة 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 يتقدم بالإحبال على الصدارة الشطي بالإحبال الاكتبية على مقدمة هذا الشوط. وصل هنا أيضا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي قادم في هذا المسار مع أمجاد مع أمجاد يغير إلى الصدارة ينطلق إلى البداية إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق التلقائي مع الصدارة أمجاد 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 سعادة أحمد بن سلطان الحلامي وصل أيضا بالإحبال مع المركز الثاني بن زهرة مع المركز الثالث بن ميثان مع المركز الرابع ولكن أمجاد أمجاد ولا بالإحبال بالإحبال سعادة أحمد بن سلطان الحلامي أبو سلطان يؤكد لنا هذا الانطلاق. بن زهرة قادم من ميمنة الميدان وهاجم مع شانية سلطان بن خليفة بن زهرة الخيري بن ميثان قادم مع المركز الرابع. يا سلام يا سلام لمن شوط الختام لمن شوط الختام الحلامي ولا بن زهرة بن زهرة ولا الحلامي ولكن خلاص الشاهينية سلطان بن خليفة بن زهرة الخيري لك التحية على هذا الفوز والانتصار. أمجاد سعادة أحمد بن سلطان الحلامي مع المركز الثاني. المركز الثالث دمعة خليفة بن علي بن سالم بن إحبال الكتبي
أما المركز الرابع في هذا المسار كانت هملولة ديبن بطيب المثان الشامسي، وخامسا في هذا الانطلاق الكبير والإبداع مع المركز الخامس، المركز الخامس وصلت في هذا المسار شعب بن ميثان، إذا صح هذا التعبير. التوقيت الزمني 19 دقيقة أو 9 دقائق 16 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا الصباح.